إشي مفرح إنه جمعت بجهود الخيرين على والغيرين على مساعدة الآخرين، اللي هو نقول أقل حظاً وصعوبة العلاج اللي ممكن يصلوها، وخاصة بعض الحالات اللي كانت صعبة جداً عندما رحنا إحنا وباشرنا العمل بتقديم المساعدات لهم مباشرة. فكان مبلغ المتجمع 13,000 دينار، تم خلال صرفه منه 5,000 دينار على حالات منها نظارات طبية، سماعات، عمليات عيون، كراسي متحركة للشلل الدماغي، أدوية للشلل الدماغي. وكانت طبعا كل تحركات أو مبادرة حواش تمشيلي كانت ببركة صاحب السيادة المطران خريستوفورس، اللي هو كان داعم لنا بهذا النشاط، وحضوره للاحتفال بنتائج الحواشي كانت مثمرة، وكان لنا انبساط كبير بحضوره معنا بهذا اليوم المبارك اللي تم فيه إعلان النتائج عن مبارك حواشتي مش إلي، اللي انطلقت بهمة طلاب ومرشدي مدارس الأحد. ومن خلالها بعد انتهاء الاحتفال تم توجيهنا إلى حديقة مدارس الأحد، اللي طبعا بدعم من صاحب السيادة وبعض الغيورين اللي شافوا همة سيدنا بالعمل الروحي، فحبوا يساهموا أيضا بتجهيز هذه الحديقة اللي تم تجهيزها. ونعلن أنه للجميع أنه ببركة صاحب السيادة أيضا أنه تم أعطانا البركة بأن تعود المبادرة من جديد بالانطلاق، لكن راح تكون مرة هاي من أجل التعليم.